عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. واخيرا الحمد لله ربي رحمنا وصيفط لينا واحد شويه ديال البرد في مدينه مراكش، وتحيت الصهد اللي كان دار لي فراسي وكيسخن لورديناتور بزاف ملي كنكون كنخدم في لي بروغرام تاع الموسيقى اولا في البروغرام ديال المونتاج. فلهذا كنشكر ربي على هاد النعمة ديال البرد. ولكن كاين واحد المشكل، بزاف ديال الناس غادي يلقاو المشكل ديال اليدين كيبردوا. فحال واحد الاخ من المتتبعين ديالي كان سولني قال لي راه غادي يجي البرد وكيفاش يدينا نقدروا نسخنوهم. غادي نبدا لكم بهاد القضيه الاولى. اول حاجه فاش كتبغوا تسخنوا يديكم، كاينين بزاف تاع الناس اللي يديهم كيتكلاصاو، ماشي غير كي بردو كيتكلاصاو ديال بصح. اشنو خصهم يديروا؟ اول حاجه غادي يشدوهم غادي يبركوا عليهم فحال هاد الطريقه هادي. من بعد عندنا واحد الطريقه كنديروها اخرى بالنسبه لليدين، كنشدو اليدين بجوج بحال هكذا، كنشدوهم على هذا الشكل بحال هكذا وكندعبو بصبعات كندخلوه بحال هكذا، ابخي كنحلوهم وكنبدلو هاد الصبعه لهنا وكنجيبوهم لهنا. كنبقاو نعاودو فيها ونكررو فيها. تاني حاجة كنديرو لا ميم شوز وكنبداو بصبع صبع فحال كيما درنا مع الطريقة الأولى، سيتادير الصبع الأولاني كندير ليه هاك الطريقة، الصبع الثاني، الصبع الثالث، الرابع والخامس. حتى هي كنعاودوها واحد دقيقه بحال هكذا ولا على الاقل ماشي مشكل. ثاني حاجه اخرى كنشدو يدينا كنبقاو نديروها بحال هكذا. فوالا، وهذا الشيء كنبقاو نعاودو فيه حتى يديك كتسخن مزيان. ما عليناش، اليوم غادي نديرو واحد اكزرسيس اللي هو مهم بزاف وبزاف تاع الناس كيسولوني على هذا المشكل اللي عندهم. مثلا صديقنا عبدو من مدينه اوسلو النرويجيه تيقول لي عندنا مشكل ديال اليد اليسريه، هي يد اليسريه فيها الخدمه بزاف وعندها حتى هي اكزرسيس بزاف. فلهذا اليوم غنقترح عليكم خمسة تاع الاكزرسيس باش تورك لي على اليسريه وتولي خاطئ. ويلا هو تكتشفوا معنا التيت سويتس. الو، قبل ما نبدا لكم في هاد الخمسه تاع ليكزيرسيس اللي غنديروا اليوم، خاصني ولا بد انصحكم باش ديروا ليكزيرسيس اللي هو مهم بزاف، هما ديال ليغام المقامات اللي لعبناهم كلهم باليمنيه ولعبناهم باليسريه. سيروا تشوفوهم في هاد لي فيديو هادو. ولكن ولا بد خصني نوريكم اليوم شويه ديال ليكزيرسيس تاع ليغام باليسريه. دونك ديما كنبداو بدو دو دياز غاي. الغاي دياز المي وغادا. اول اكزرسيس من هاد الخمسة هما اللي خصكم تديروها معايا تسويت. دونك اول حاجة كتعرفوا الدو اي دو، دونك كنلعبو دو و دو اوكتاف على هاد الطريقة. تقدروا تلعبوها بحال هكذا
ولا كانوا يديكم صغار كديروا بحال هكذا. وإذا بغيتو تمشيو من الضو حتى للري كتجيكم بعيدة بحال هكذا، غادي تهبطوهم بحال هكذا. بون ما عليناش، هادي حاجة أخرى. ألوغ كنمشيو من الضو حتى للضو. وكديرو لا غامغي. وكديرو المي الفا صول لا سي او دو. بيان سور ما تنساوش اليد اليمنية خصها ديما تكون حاطها في رجل ليك اليمنية، خصك تكون ديما حاطها على الشكل فوق ركابيك. دابا ليكزارسيس جوج، غادي نلعبو دو و لا كانت اللي هي صول اي دو اوكتاف على هاد الطريقة. الو غنلعبها لكم من ضو حتى لضو. كنبقاو نلعبوها حتى كنوليو نجربو. ليكزارسيس الثالث كديرو دو مي صول مي دو صول مي صول دو. دابا كديروها من دو حتى لدو. كتبقاو غاديين حتى كتولي تجربو فيها. وغادا دابا غادي نلعبو لاربيتيو باليسرية. غادي نديرو أربعة ديال لي زاكور، غادي نديرو دو لا مينور غي مينور صول دو الوغ ناخدو معايا. غادي نحاولوا نلعبوا لي زاكور باليمنيه ونلعبوا لاربيتيو باليسريه اللي هادشي لعبناه دابا. غادي نلعبوا الدو ولا مينور والري مينور والصول. لاحظوا معايا
ليكزيرسيس الخامس واللي هو كيكون في اي كونسيرفاتوار او لا كيبداو بهم لي ديبيتون في لي زيكول ديال الموسيقى اللي هي على الطريقه الوغ كنلعبوا الضو بصبع الخامس كنلعبوا المي بصبع الثاني الفا بصبع الثالث صول صبع الرابع اللا بصبع الخامس وكنرجعوا بها وكنمشيو ديريكتومون للري فا صول لا سي لا صول فا مي وغادا لاحظوا معايا الوغ لاحظوا معايا الى جربناها واحد شويه وبيان سور نقدروا نديروها باليدين بجوج اوكي ليكزيرسيس الخامسين ديالنا ساليناهم ولكن ولا بدا غنعطيكم واحد الكادو من عندي غادي نزيدكم الدرس السادس الدرس السادس كنصحكم باش تلعبوا الاغاني كاع اللي كتلعبوهم تلعبوهم باليد اليسريه مثلا فريغو جاك فريغو جاك فريغو جاك دورمي فو دورمي فو مهم هذه كنحاولوا نلعبوها باليد اليسريه مثلا سمعوا معايا أولا au clair de la lune ونقدروا مثلا نبغيو نطوروا هذا اللعب غادي نلعبوا لا تييرس باليسريه أولا نقدروا نديروا العكس الليبليه تلعب لا تييرس واليسريه تلعب الرئيسيه والقضيه سهله مي بيان سور القضيه سهله غير هو واحد شويه الصبر راه ولا بد علاش حيت في الاول غادي تحس واحد شويه ديال العيا لي بيسكل ديال يديك هنا غادي تحس بيهم كيعياو ولكن مع الوقت راه ولا بد كيترداو وكيتمسكلاو فحال الا كتهز الحده وبالاخص الا درتو هذا الشيء تقريبا كل نهار واحد نص ساعه حتى لساعه شحال ما قدرتو هو زوين دونك عزيزي عزيزاتي حبيبي حبيباتي هاد اللحظه كنودعكم وكنتمنى نشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله